المحاضرة الخامسة هي حول الميموري ستورج تايبس، أنواع الخزن أو الذاكرات. بشكل عام نسميها الميموري حتى وإن كانت هي ديسك أو ريجستر، عادة يطلق عليها ميموري، وحدة الخزن يعني الاسم العام. الميموري بالكمبيوتر سيستم تقسم إلى 3 أنواع رئيسية، نلاحظ بهذا الشكل، هذا الشكل فقط للتوضيح يعني ما مطلوب للرسم. السي بي يو تمتلك أصغر وحدة خزن اللي هي الريجسترز، وأيضا تسمى بذاكرة. المين ميموري اللي هي الميموري الروم أو الرام المتعارف عليها، واللي هي تكون بعدها بالتسلسل اللي تكون أكبر حجما، والأكبر حجما من المين ميموري اللي هو السكندري ستورج أو السكندري ميموري، طبعا هو الهارد ديسك وفلوبي والدي في دي، هذه المخازن أيضا يطلق عليها بميموري. فالإنترنال بروسيسور ميموري، ذاكرة الخزن الخاصة بالسي بي يو أو البروسيسور هي الريجسترز، فتسمى بالإنترنال بروسيسور ميموري. طبعا هي مجموعة من الريجسترز، صفة الريجسترز تكون عالية السرعة، يعني أعلى سرعة في الخزن هي الريجسترز، وتكون مخازن مؤقتة temporary storage for instruction data، يعني عندما تتم عمليات حسابية في السي بي يو في الارثمتيك اند لوجيك يونت، فالمخازن اللي تحمل القيم حتى تتم العملية البيانات والinstructions تكون هي الريجسترز. طبعا اكو انواع من الريجسترز خاصة، وبعدين ان شاء الله راح نجي ناخذها بتفصيل اكثر. النوع الثاني اللي هي الذاكرة اللي احنا يعني دائما نسميها ميموري، هي الذاكرة اللي يخزن عليها البرنامج، يشتغل عليها البرنامج، اللي هي المين ميموري. طبعا الميموري اصلا لها انواع اخرى ايضا راح نجي ناخذها، هذه تكون عادة اكبر حجما من الانترنال بروسيسور ميموري وسريعة، لكن طبعا هذه السرعة مالتها تكون اقل من الريجسترز الاعتيادية التابعة للسي بي يو. فكل ما كبر حجم الذاكرة كل ما قلت السرعة. طبعا تستخدم لخزن البرنامج والبيانات أثناء عمل الحاسبة، يعني أثناء ما يتنفذ البرنامج لازم يكون موجود داخل الميموري حتى يشتغل، أو أي بيانات يحتاجها البرنامج حتى يشتغل لازم تكون موجودة في الميموري. الخاصية الأخرى للمين ميموري هو أنه الوصول إلى الذاكرة، أي موقع في الذاكرة يكون directly أو مباشر، يعني أي location في الذاكرة عنده عنوان، هذا العنوان يوصل بشكل مباشر إلى ذاك الموقع، فالأكسس يكون directly وطبعا يكون سريع. قياسا بالأنواع الأخرى اللي راح ناخذها مثل secondary storage يكون الوصول أبطأ، يعني يكون تسلسلي أو تتابعي، لازم يعني يبدأ من منطقة ويستمر إلى أن يصل المنطقة المطلوبة، بينما المين ميموري الوصول يكون أسرع. طبعا السي بي يو انستركشن سيت أو الإعازات الخاصة بالسي بي يو هي اللي تتعامل مع الذاكرة تقرأ أو تكتب. السكندري ستورج أو الهارد ديسك أو أي مخزن اللي هو أكبر من الذاكرة الاعتيادية، طبعا يكون حجمه أكبر قياسا بالمين ميموري، الكباسيتي تكون أكبر السعة طبعا، وفي المقابل راح يكون أبطأ، لأن يعني عادة كل ما كبر حجم الجهاز أو الذاكرة أو المخزن تقل السرعة. السكندري ستورج يستخدم لخزن الملفات الكبيرة وبرامج النظام، أي بيانات عندنا عادة نخزنها على الهارد ديسك أو إذا كان الفلوبي سابقا أو الماجنتيك ديسك، الهارد السي دي روم أو دي في دي، لأن تتحمل ملفات أو بيانات عالية الحجم. أنواع السكندري ستورج أيضا تكون أنواع من الأقدم اللي هو الماجنتيك تيب اللي هو شريط مغناطيسي يشابه الشريط الخاص مثل الشريط السينمائي اللي هو يكون على شكل شريط ممغنط. الفلوبي ديسك اللي هو القرص المغناطيسي اللي أيضا ما عاد يستخدم،
الهارد ديسك اللي هو الهارد اللي موجود داخل الحاسبة، والسي دي روم أو الدي في دي اللي هي تكون أوبتيكال ميديا أي بصرية، والفلاش اللي هو عبارة عن نوع من أنواع الميموري يستخدم أيضا لخزن بيانات. ونلاحظ أيضا من الشكل، هذا الشكل أيضا للتوضيح فقط، أنه أعلى أسرع جزء من أو مخزن من أنواع الخزن اللي هو الـ CPU registers، بعدين يتدرج طبعا يكون أصغر حجما إلى أن نصل إلى الماجنتيك تيب اللي هو الأكبر حجما لكن يكون أبطأ من ناحية السرعة. الكاش ميموري بعدين إن شاء الله ناخذها، المين ميموري تكون أكبر لكن أبطأ من السابق بس هي أسرع من اللي بعدها. الماجنتيك ديسك أو اللي هو الديسك الهارد ديسك أو الفلوبي يكونون أكبر حجما لكن أبطأ، والأوبتيكال ديسك اللي هو السي دي أو الدي في دي يكون أكبر السعة مالته لكن أبطأ طبعا من السابق، وهكذا. هذا الشكل فقط للتوضيح. نفس الحالة هوني عندي السي بي يو ريجسترز اللي هي تكون أصغر حجما بعدين تكبر، بعدين عندي المين ميموري والسكندر ستورج سواء كانت هي ماجنتيك أو الفلاش. طبعا سعة الخزن تزيد لكن تقل السرعة والأكسس تايم يزيد، يعني زمن الوصول أيضا يزيد. Memory Device Characteristics خصائص الذاكرة أو أي جهاز للخزن عادة تتحدد بخاصيتين، الأولى هي الكوست أو التكلفة يرمز لها بـ C capital. طبعا الكوست يحسب بالطريقة التالية، C small اللي هي يشار للبرايس يعني السعر على فرض انه in dollars، وال S اللي هو size او storage capacity ايضا يسمى. اذا قسمنا البرايس على السايز يعطيني الكوست الكلفة، فكل ما كبر حجم الجهاز او الستورج وكان البرايس مثلا قليل أو نسبي راح يكون الكوست أقل، يعني كل ما كبر الجهاز الكوست يكون أقل، كل ما كان جهاز الخزن صغير يكون كوست أعلى. فأعلى كوست هو الريجسترز لأن الريجسترز هي أصغر حجم فتكلف أكثر شيء لأن هي كلفة التصنيع مالتها غالية. الخاصية الثانية للذاكرة هي الأكسس تايم أو زمن الوصول. طبعا الـ performance أو الأداء لأي device أو جهاز خزن عادة يحدد بالسرعة أو سرعة المعلومات كم تستغرق في القراءة أو الكتابة، يعني كفاءة أي جهاز عادة يقاس بالـ rate أو سرعة كتابة المعلومات أو قراءتها. الـ access time يعتمد على الخصائص الفيزيائية للجهاز أو الـ storage medium يعني الوسط الخزني، بمعنى هل هو إذا كان هو registers أو memory أو disk أو CD أو DVD أو flash، فهذه هي الخصائص الفيزيائية يعني هو مصنوع من المادة المصنع منها الجهاز. أيضا يعتمد الـ access time على طريقة الوصول type of access mechanism اللي ذكرناها قبل شوية، انه ممكن يكون وصول direct يعني مباشر مثل الذاكرة او الميموري فيصل الى العنوان بشكل مباشر يصل للموقع فهذا يكون اسرع بالوصول، او يكون sequential تتابعي او تسلسلي وهذا ياخذ وقت في الوصول، مثلا السي دي ما ممكن يصل للموقع مباشر لكن يصل بشكل sequentially او تسلسلي. حساب الـ access time يكون أو الـ calculation يكون من بداية الطلب، من بداية الطلب إذا كان هو read أو write، يعني من read request is received حال ما يصل طلب قراءة من الـ memory unit أو من الذاكرة أو أيا كان الـ device، إلى أن جميع المعلومات المطلوبة للقراءة all the requested information has been made available، إلى أن تقرأ جميع المعلومات ويتم إخراجها إلى الـ Output Terminals. Output Terminals يقصد بينه شاشة أو جهاز الإخراج سواء كان طابعة أو Plotter يعني أي جهاز للـ Output،
فذاك الوقت يعتبر هذا هو الاكسس تايم، يعني من بداية الطلب إلى نهاية الطلب.